رسميا 10% في أثر رجعي من يناير الماضي وثلاثة شهور على وغلاء معيشة و2000 جنيه من حال الموظفين بهذا الجهات الحكومية. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من القدير أن تكونوا بأفضل حال. ياريت لو حضرتك أول مرة شرفنا في القناة اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل علامة الجرس ليصلك كل جديد. أكد اليوم وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان على توقيع بروتوكول مع القطاع الخاص يقضي بصرف علاوة لجميع العاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قدرها 10% وليس لها حد أقصى، ويكون الصرف بأثر رجعي من يناير الماضي على غرار موظف الحكومة. وفي سياق متصل وبمناسبة المولد النبوي الشريف، قرر اللواء كامل الوزير وزير النقل صرف منحة لجميع الموظفين بالسكك الحديدية والمترو الأنفاق والهيئات التابعة لها بقدرها 750 جنيها على أن يتم الصرف فورا، وذلك بمناسبة مولد النبوي الشريف. وفي وقت سابق قرر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام علي حسن زين صرف عدد 3 شهور على الأساسي كعلاوة غلاء معيشة لجميع القطاعات الخاصة بالوطنية للإعلام. وللمزيد حول الجهات التي منحت موظفيها 2000 جنيه منحة وعلاوات أخرى، كما تقرر أيضا رسميا صرف علاوة غلاء لجميع الموظفين. تقوم العديد من الجهات الحكومية بصرف العديد من المنح والمكافآت لموظفيها العاملين لديها في المناسبات، وأحيانا تكون تشجيعا لهما لبذل المزيد من الجهود في العمل، وفي بعض الأحيان تكون المنحة مساعدة للموظفين من أجل مواجهة الغلاء الناتج عن القرارات الاقتصادية. أما 3 شهور علاوة غلاء، قرر اليوم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام علي حسن زين صرف 3 شهور على الأساس من العلاوة غلاء المعيشة بجميع القطاعات الخاصة بالوطنية للإعلام على أن يتم الصرف فورا، وذلك بمناسبة عام البدء الدراسي الجديد. لم تكن الهيئة الوطنية للإعلام هي الوحيدة التي صرفت علاوة غلاء المعيشة، فمنذ أيام قليلة قررت 8 جهات حكومية صرف علاوات ومنح لجميع الموظفين العاملين بمناسبة العام الدراسي الجديد، وتراوحت هذا المنح والعلاوات ما بين 2000 جنيه و3 شهور، وبعض الجهات قررت صرف 750 جنيه لموظفيها. وكل عام وحضراتكم بخير. هنروح دلوقتي على الرابط اللي هو في 8 جهات تقرر صرف منح لجميع الموظفين العاملين بها والصرف فورا بمناسبة العام الدراسي الجديد. الطيران المدني، قرر اليوم السيد وزير الطيران بصرف منحة مالية لجميع الموظفين العاملين لديها بواقع 2000 جنيه. وزارة النقل قررت صرف منحة مالية 750 جنيه كامل للوزير. التأمين الصحي، وافق رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بشكل رسمي على جميع موظفين الهيئة شهر مكافأة بحد أدنى 750 جنيه. الأزهر الشريف 600 جنيه لجميع العاملين بكليات الجامعة ومستشفياتها. جامعة أسيوط، قرر رئيس جامعة أسيوط صرف شهر مكافأة على أساس وحد أدنى 300 جنيه. جامعة بني سويف 600 جنيه. القابضة للكهرباء 3 شهور على أساس بمناسبة العام الدراسي الجديد. جامعة المنوفية 500 جنيه لجميع العاملين بالدولة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد.